75 ألف هكتار بزيادة عما وقع في السنة الماضية، حوالي 74 ألف هكتار زيادة سيتم مضاعفتها، لأن زراعة الحبوب تدخل في إطار السعي استراتيجية وطنية للسعي نحو ضمان أمن غذائي وطني. عند فلا لا يمكن أن تبقى بمنأى عن الاستراتيجية الوطنية، تشارك بهذا. سمح السنة الماضية أننا نوصل إلى 1,300,000 هكتار من محصول الحبوب بمختلف أنواعها، شعير، قمح لين وقمح الصلب. الهدف هذا السنة هو 1,500,000 هكتار إن شاء الله، سنسعى وكل ظروف هيئت للموسم الفلاحي 2022-2023. الهدف من الانطلاق هذا هو نجاح هذا الموسم، حيث المساحة المزمع زرعها تقدر بحوالي 75,000 هكتار. كل إجراءات تم اتخاذها لا سيما فيما يخص إنشاء لجنتين، كاينه لجنة المتابعة يرأسها السيد الوالي، وكاينه لجنة يترأسها مدير المصالح الفلاحية. الهدف من هذه اللجنة هذه هي أولا مرافقة منتجي الحبوب، إعطائهم إرشادات خاصة لاتباع المسار التقني فيما يخص الحرث، فيما يخص الزرع باستعمال آلات الزرع خاصة للسموار. كما تعلمون الزرع بالأيدي في الفول، الفول كمية الإنتاج واحدة من 15 إلى 20 قنطار في القطار. العدس من جهة 10 12 هكاك، الحمص من جهة 10 حتى 15 في القطار. القمح من جهة 25 30. عندك كيما الشعير السنة قطعنا من 35 حتى 40 في القطار.